أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا وأستاذنا ومشايخنا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك بحقك يا الله، وبحق رسولك يا الله، وبحق هذا المقام عندك يا الله، أن تيسر لنا ولإخواننا يا الله زيارة مكة والمدينة للحج والعمرة في كل سنة مرة بعد مرة يا الله. اللهم يسر أمورنا يا الله من أمور الدين والدنيا والآخرة، وسهل مرادتنا من مرادات الدين دنيا والآخرة، واقضي حوائجنا يا الله، واقضي حوائجنا يا الله، واقضي حوائجنا يا الله، إن حوائج الدين دنيا والآخرة يا الله. اللهم ارزقنا توبة نصوحة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة واختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذرياتنا يا الله، وتلاميذنا وتلميذاتنا، ونحص خصوصا تلاميذي وتلميذاتي المدرسة الثانوية الحكومية تنبأ برأس جنبان من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والغير. اللهم اجعلنا وإياهم من العالمين والعالمات والعاملين والعاملات والصالحين والصالحات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين يا الله كثيرا والذاكرات، واجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وبشر الجنة التي كنتم توعدون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.